رجالة تقول لي خطفوا أدم امبارح. أنا رجعته النهاردة. كسرت الشريحتين، مش هنتكلم في التليفونات تاني. وصلنا عن طريقها. هو عامل ايه؟ وحياتي عامله ايه؟ شفتهم؟ لا ما شفتهمش، بس كلمت سليمان واطمنت ان الواد روح وزي الفل. وسايبني نايمه على وداني كل ده، وبتتخانق معايا على كلمه هضم وما نطقطقش. بقول لك ايه، دي حاجه ودي حاجه، لازم افهمهم عشان ما يستوطوش حيطتنا. انا عايزه اروح الحفل دلوقتي. زمانك استطلعني وهضم واتلصق في وشي. مش هينفع تروحي، في ظابط مباحث عندهم النهارده. هو في ايه؟ هو كله تمام؟ هم مالهم قربوا مننا قوي كده ليه؟ تلاقيش العقل كده وبيه عمره ما يتكلم يقول لحد معانا. احنا طول ما احنا محرسين ومقفلين على نفسنا محدش هيوصل لنا. ان شاء الله القضيه تتقفل ونتصرف في الحاجه. وساعتها بفلوسنا هنشتري الحمايه والامان. أنا خايفة يا ماهر، خايفة أوي.